السلام عليكم، كيفكم شباب؟ شباب خير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وتحديث جديد واخيره للعبه المنسيه والجماهيريه بنفس الوقت، واللي هي البيك اب، لعبه سياره الصيف. طبعا يا جماعه الخير، التحديث مثل ما شفت قدامكم بعد زمن طويل يعني على المطورين، سحبوا سحبه طويله يعني، فنزلوا لنا هذا التحديث. ومثل ما شايفين هو عباره عن تحسينات للجرافيك والاداء والخريطه والبيئه بشكل كامل، عدلوا عليها، يعني اللعبه صارت افضل من السابق. حاليا لحد الان ما في اضافات مثل سيارات او شيء جديد يعني تكون هيك تغيير جذري، بس بالنسبه للمناخ تعدل بالكامل. ان شاء الله يعجبكم، رح ندخل نشوفه مع بعض. طبعا يا جماعه الخير، اللي ما نزل اللعبه بامكانكم تنزلوها من الرابط موجود بصندوق الوصف. وهلا يا جماعه الخير، قبل ما ابدا المقطع بتمنى من كل الاصرار معنا وصلى الرسول محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا من اللايك اشتراك تفعيل زر الجرس من كل جديد، واهم شيء لا تنسوا دعوه لاخواننا في غزه. بترككم مع المقطع، مشاهده ممتعه. ومثل ما شايفين يا جماعه الخير، دخلنا على اللعبه. خلونا نروح نحط راسنا وننام، نورجيكم الجرافيك والوضع بشكل كامل. حاليا رح نجي لهون، نحط راسنا وننام، اعمل له سليب يا حبيب، وهي اجانا الصبح. طبعا بالبيت مثل ما شايفين تعديل تغييرات شوي، في عندنا هون سجاده حطوا لنا اياها هيك، السرير يمكن عدلوا عليه شوي هيك، غيروا لنا الشراشف الله يعطيه العافيه، على البرادي هون شايفين بتفتح البرادي بتسكرهم بهالشكل هذا. حلوه، اضافات حلوه. هاي كانت موجوده هون بالنسبه للوحه، هاي بتشتغل وتطفي. وينها؟ هاي اللمبه والله ما هي. حلو، لا باس فيهم. بالنسبه لهون ما عدلوا شيء. تعالوا نشوف المطبخ. المطبخ ضافوا لنا ضوء، سابقا كان في ضوء يا جماعه ما بتذكر. في عندنا هدول هون المقلاي وطنجره ومدري شو، ما بنقدر نستخدمهم مع الاسف مثل ما شايفين، بس في عندنا هون الدروجه هدول شايفين بامكانك تفتحهم وتسكرهم، شايفين؟ يا الشكل هاي ما بتفتح هون، الفرن بيفتح وسكر بس ما بيشتغل مع الاسف. هاي اضافات يعني ادوات، شغلات هيك تحسيني، عرفتوا كيف؟ بالنسبه للبرات تعالوا ناكل نشرب، تعالوا نشرب نفس الشغله مثلا، وين؟ نشرب مثلا هاي، شايفين؟ وحاليا جوعان على ما اظن، رح نشتري الله اكل، تعالوا نشرب وحده ثانيه، شايفين؟ هيك عم بيشرب، بس لازم نشتري اكل كمان. شو رح نشتري اكل؟ بما انه نحن موجودين في البيت، كيف رح نشتري اكل؟ بنضغط على القائمه ونروح مباشره على الاوبشنز. هون بيظهر لك هاي القائمه، هاي القائمه يا جماعه فيها كثير مميزات حلوه، بامكانك مثلا تجيب باخر وحده شايفينها اوردر فود هوم حقها 100 دولار، رح نشتري وحده مثلا، او بامكانك تشاهد اعلان وبيجيبوا لك اكل على البراد، شايفين؟ فهدول ميزات حلوه يعني. حاليا رح ناكل هيك، شايفين؟ خلصنا. طيب مبدئيا ناخذ هاي معنا، شايفين؟ رح نروح فيها، نطلع فيها لبرا. لحظة نسكر الباب، سكر حبيبي سكر، افتح الباب. يا عيني يا عيني، تفرج على الجرافيك، تفرج على الجرافيك والوضع شلون صار. هي سيارتنا هون وهذا الموتور. لحظة نورجيكم الشيء اللي عدلوا على الموتور، الحركة أو سرعة الموتور صارت أفضل من السابق بكتير كتير. يعني سابقا كان الموتور معلم يعنعن ما يمشي الله وكيلكم، فحاليا صار افضل بكثير. رح اورجيكم، ناخذ جوله سريعه فيه. تفرج حبيبي، شايفين؟ قبل ما كان في هيك، كان كثير بطيء، هلا صار اسرع. يعني بتطلع بتشوفر فيه وبتكيف، واهم شيء انه ما بيخلص بنزينه يا جماعه. دخلنا في الجول معلم، وين دخلنا؟ نزلنا. هلا هون ضافوا لنا هي القمامه هون، وانتم بكرامه ما بعرف ليش بهالشكل هذا، شايفين الجرافيك والوضع؟ شو رايكم؟ على فكره يا جماعه الخير بهذا المقطع انه نروح لمكان صيانه السياره، نشتري من هناك بخاخات وما بخاخات وكذا، ونعدل على السياره، شو رايكم؟ موافقين يا جماعه؟ خلونا نصف الموتور هون، صف له قلك، حطه هيك، فضي البيار. شو راح نطفيه؟ هون في عندنا زر بيطفي، وين هون؟ شايفين؟ ستوب انجين، نزل هاي اللي هون شايفينها، ايوه، وبتنزل بتعمل اكسيت بتنزل بهالشكل هذا. حاليا ناخذ الاكل، ها نفتح الباب حطها هون، بتلزمنا لاني هلا بالطريق منجوع وكذا، ف ناخذ معنا شويه اكل، حط لي اياها هون. طيب يا جماعه جبنا بنزين من هون، مثل ما بتعرفوا في هون عندنا بنزين، اخذته مشان اعبي السياره فيه. عبي بنزين يا معلم، شايفين عم نعبي هيك، عبينا السيارة بنزين. حاليا هي عفكر ناخذها معنا، شو رأيكم؟ تلزمنا يمكن، سكر لي باب قلك، وهون بتشغل السيارة. طبعا شايفين هون في مفتاح بتضغط عليه، بتضغط هيك اشتغلت السيارة، شايفين؟ هون شو هذا؟ هي الإنارة يمكن،
شغل 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 يلا. حلو يا الشكل هذا، نزل الفري الايدل لك يا رب، نتوكل على الله. دعس لك دعستين هيك على السريع، بسم الله، ركب لي الغيار، توكل على الله. حاليا يا جماعة راح نروح لمنطقة، لحظة اورجيكم اياها على الخريطة، اسمها باي نتوركس مثل ما شايفين قدامكم. بس بنروح لهنيك مباشرة، من هنيك بنعدل على السيارة الالوان وما الوانها الاساس. هي راح نروح مباشرة، توكل على الله. مثل ما شايفين اداء اللعبة صار افضل، الجرافيك صار اجمل، شيء حلو عن جد. شو رايكم انتو؟ برايي المطورين كانوا بثبات شتوي، فقالوا لحالهم خلينا نعمل تحديث جديد للعبة ونظبط الامور، لان الناس بلشوا يضوجوا مننا، فرجعوا على اللعبة وكذا. ان شاء الله يكون في تحديث يكون اقوى من هذا، يعني يكون في سيارات، يكون في الميكروباص اللي حكولنا عليه من زمان اذا بتذكروه، في ميكرو الباص يعني لازم يضيفوه بشكل سريع. يعني من زمان، يعني من تقريبا قبل بسنة حكيت لكم انه راح يضيفوا هذا الباص، وراح يضيفوا مدري شو سيارة تانية وكذا، فمع الاسف لحد الان ما انضافوا. فغالبا يكون عم يشتغلوا المطورين على هذا الشيء، نضيفوا هدول الاضافات ان شاء الله. بس منزل تحديث جديد نرجع نعمل مقاطع وكذا. حاليا راح نروح نلون السيارة، او راح اشوف كيف راح الون السيارة، انه ما عم نعرف نشغل السيارة ومدري شو. فيا جماعة الخير شوفوا، في ما عندي مقاطع في القناة شارح كثير شغلات عن هي اللعبة، شارح لكم كيف بتشغلوا السيارة وبتركبوها وبتظبطوها وبتعدلوها، تعبوا بنزين وبتشتغلوا في اللعبة الدليفري وهيك شغلات. فشوفوا المقاطع السابقة او اكتبوا اسم اللعبة واكتبوا جنبها اسمي، مباشرة بظهر لكم الوضع كله. تمام، حاليا رح ندخل لجوا، شو رأيكم؟ او نضل هون، تعالوا ندخل لجوا افضل. تعمل هيك، ترفع فري الايد، طفي السيارة، أهم شيء. عملنا هيك، نزلنا، الضوء شغال؟ لا نظامي. حاليا في عنا هون جنوطة ومجنوطة وبخاخ وكذا، إذا كان بدك تبخ الجنوطة لازم تفكهم، عرفتوا كيف؟ بتفكهم وتحطهم هون وبتبخ وبترجع بتركبهم. فترتيب هاي الشغلة يمكن ما نقدر نعمله بهذا المقطع، ما بعرف شو رأيكم نعمله في مقطع تاني. بس حاليا نحن جينا لهون، في عنا هون مثل ما شايفين بخاخات وما بخاخات وكذا، رح نضغط هون، في عنا شيء للكار وفي عنا سبراي، بامكانك تبخ السياره وبامكانك تشتري سبراي وتبخ وكذا. فهون عم بيقول لي شو اللون بدك تبخ السياره فيه. طيب رح نعمل لون احمر، رح نضغط يمكن على باي، او نضغط هون، لا ما في مشاهد اعلان، نضغط باي. ها بخينا السياره بهالشكل هذا، شايفين؟ بس بالنسبه للجنوطه لازم نشتري سبراي، رح نضغط هيك، نرجع للسبراي، نضغط على السبراي. شو نعمل يا جماعه؟ بدنا سبراي يكون لون اسود عشان بخ الدواليب نسوي لون اسود، عرفتوا كيف؟ طيب يا جماعه حاليا مثل ما شفتوا بخيت السياره باللون الاحمر، صارت بهالشكل. بس مع الاسف ما رح ابخ الدواليب لاني ما عاجبيني، شايفين شلون شكلهم؟ رح ابدلهم، رح اسوي جنوطه هيك تكون مثل هدول، شايفين؟ هدول جنوطه حلوات. فحاليا اذا كان بدي ابخهم لازم نفك الدواليب وكذا، فرح نضطر نعيف تعديل الدواليب والسيارة بشكل كامل للمقطع الجاي. ان شاء الله رح نعمل مقطع نعدل على السيارة، بس لنبدل قطع الموتور المحرك هون. بالنسبة للكرسي جوا، شايفين في عنا هونيك ما في كرسي، في عنا نقص بالكراسي واشياء تانية رح نشوفهم. كتبوا لي هلا حل واشياء تانية، ان شاء الله رح نشوف شو بنقدر نعدل، بنعدله ان شاء الله في المقطع الجاي. حاليا يا جماعة الخير مثل ما شفتوا هذا هو مقطعنا اليوم، جينا بخينا السيارة وورجيناكم التحديث، ان شاء الله يكون عجبكم. قيموا لنا من 10 ولا تنسونا من الصلاة على النبي، لا تنسونا من اللايك، اشتركوا في زر الجرس، كل جديد، واهم شيء لا تنسونا على اخواننا في غزة، وبترككم بامان الله وسلام.